عسلامة. ça va؟ صامخ الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بك ساعة من اللهجة وبين معنى الجزائري. من الجزائري. كيفاش؟ من الجزائر. من الجزائر. نتشرفوا. ساعة قبل كل شيء شنو تعمل هنا في تونس؟ تحوس؟ توريست برك. نحوس برك. نحوس. قداش عندك هون؟ صافي برسك دو موا. دو موا؟ دو موا تحوس؟ دو موا نحوس بس جيت باش يعني شي فوتبولور باش ندير تست لهنا في تونس. اما ما باش ندوك نعاود نولي للجزائر ونجي في ديسمبر تسمى بور لانستوار راني جوست نحوس برك. اوكي جيت معناها انت فوتبولور جيت مع شكونش تلعب نورمالمون؟ مازال ما بانش لي كلوب تسمى باش نقدر ما نقدرش نحكي لك دوك مازال ما بانش. اوكي باهي انت كنت تلعب في الجزائر؟ جو سوي جوار ليبر يعني. اوكي ومعناها سي بون خديت الكونتاكت لهنا وجيت باش تعمل تيست؟ ان شاء الله. ايه اكزاكتلي بروشينمون باش نلقاوك ان شاء الله في ايكيب تونسيه ان شاء الله. ناخذ سكوب ميسيل شاي ننسيو الموضوع باش ناخذ سكوب باش ناخذ بروشينمون نجمو نلقاوك في ايكيب تونسيه اكزاكتومون 80% بلي ثبتوا لي في الوجه هذايا عملت معاه هنا انترفيو قبل ما يبدا يلعب ونبداو نجريو في جرته في التيران. مرحبا بك يا سيدي ان شاء الله ربي يوفقك ربي يفضلك. اليوم نحكيو على مدة العلاقة قبل الزواج يعني فما فترة الخطوبة وفترة الصداقة هذيك اللي يقعدوها مع بعضهم باش يفهموا فيها بعضهم اللي تنجم تدوم من ينجموا يعرفوا بعضهم في شهر بعد شهرين يتزوجوا كما ينجموا يقعدوا 3 سنين كما ينجموا يقعدوا 10 سنين مع بعضهم ينجموا يكونوا مخطوبين ولا مش مخطوبين لكن مع بعضهم ومن بعد يتزوجوا. هل ترى انها نافعة ومعناها مفيدة قبل الزواج مفيدة انك باش تعرف باش تعرفوا الانسان هذاك وتحفظوا وتفهموا وانها تسهل العلاقة بعد الزواج ولا؟ بور موا انا يعني نحكي على نفسي انا في لو طون اللي يكون الانسان يعني واجد ويعني عنده دار وعنده يعني ما تخصو حتى حاجة في بالي يتزوج سيميو بيسك في لو طون اللي راح يخلي لا بيريود هذيك راهي تزيد اوتوماتيكمون كي راح يصاوب لي بروبليم بين لي كوبل هذيك حاجه باينه. اما باش تعرف طفله في يعني وقت قصير وتمشي ديريكتومون يعني باش تمشي تخطبها حاجه ماهيش مليحه ليك وباش تريح مع بيريود بزاف حاجه راهي ضرها هي ثانيك بيسك حنا في ديجا في الجزائر نحكي باغ اكزومبل كي الطفله كي تلحق 25 اون 26 اون يعني كبيره فهمتي دونك فوالا اذا كانت يعني الانسان اللي واجد وعنده يعني دار وعنده كل حاجه فعنده تاويك واش نقولوا يقدر يفونسي نحكي بور موانو. انتم نحب نفهم حاجه يعني في الجزائر الطفله كي توصل معناها 25 ولا 26 قولوا معناها سي بون بدات تكبر وبدا باش يفوتها الفوت. اكزاكتومون مي ماشي كامل مي بالك 80% من الجزائريين الكل تخمم هكا حتى انا. يعني طفله 26 27 ديجا راهي ما نعرفش انا تقول كبرت تقول كبرت ايه يعني تولي اللي ما عندهاش يعني بورسنتاج كبير باش تعرس يعني اما فاصون ما نعرفش كل واحد وكيفاش. باغ اكزومبل قلت لي انا منهم اعطيني الاسباب اللي تخليك تقول اللي انت في العمر هذاك الطفله تكبر. انا كان يعني وكان الطفل اللي باش نكون معاه انا من اللي انا اللي عرفتها الاول تسمى كان نقعد معاه 50 انا باش نعرس بها انا. اما باش نعرف طفله زعما عندها ديجا 27 سنه براسك في لاج نتاعي احنا الشغل الجزائريين الكل ماهوش تخمام بون ماهوش تخمام سوا سوا تخمام غلط اما احنا نخمو هكا نقول لك باش نديها صغيره سيميو فهمتي الرسول من راهي يقول لك انا 25 جو بونس كو ناخذها 20 21 اما ما يقدرش ياخذها 24 25 كما هو في اللاج مي في تونس راهي حاجه نورمال في بالي باسكو راني نشوف توانسه نورمال يقدر يعرس بوحده حتى كبير عليه اما في الجزائر حاجه ما مايش شنو في ايجابيات انك تتزوج طفله صغيره وانت كبير مثلا احنا اليوم نحكيو مثلا على الزواج يقول يبدا عمره 37 38 يمشي ياخذ واحده مره 19 سنه ونورمال جو سوي كونتر فوالا جو سوي كونتر انا بيسكو انا قلت لك مام كي يكون لاج 4 5 اون معليش ما يسالش اما باش يكون يعني 35 سنه باش تعرس بوحده عندها ديجا 21 ولا 22 ما جاياش هاي بنت ما نعرفش كيفاش يفهمها هو اما ما بور ما جاياش يعني 25 كون تقدر تاخذ وحده 20 ربي سهل عليك اما 35 تقدر تاخذ وحده 26 27 فهمتي واش حبيت نوصل شو الفرق تاع العمر بين لي دو راه يكون جوست 85 كون بو بليس يعني يقدر مي بور ما 35 سنه باش يعرس بوحده 27 سيميو
مليحه ليه حتى مليحه ليه بيسك ميم في المونطاليتي وحده 19 في الوقت الحالي راهي ما امبوسيبل يقدر يعيش معها حتى 35 ولا 36. هذيك علاش كبير يعني اكزاكتومون 36 ديجا راه عاش كمل الاشياء السوداء عندنا في الجزائر وقت الارهاب كل عاش باش تجي طفل في عمره 19 سنه ماشي كيف كيف امبوسيبل مش كيف كيف يعني ما بالك قبل ما تبدا الحكايه راه ما حيصيروا لي بروبليم فهمتي اسمها قبل ما تبدا الاستوار نتاعهم راح تكمل يعني شوي كونتر يعني ما طفله اليوم نشوفوا في تونس حتى مش حتى في تونس نحكيوا احنا خاطر لهنا شوفوا لهنا في تونس اللي فما راهي العلاقات بين لي كوبل اللي تلقاه هو مثلا عمره 40 مثلا مرته متوفيت ولا طلق يحب يعاود حياته من الاول وجديد لكن كيفاش يعاود حياته المراه هذه يحب يعاود حياته مع طفله اصغر من المراه الاولانيه بون يعني متى ولا شنو نو باش يعاود حياته ديك حاجه ترجع ليه وعنده الحق اي لكن اصغر من مرته الاولانيه مش مره مش اثنين كلهم ترجع على حسب البيرسون عندك في حسب هو وتخمام تاعو ما نعرفش انا بلاك حاب يعاود يعيش حياته من جديد مي تفاصون قلت جو سوي كونتر باش ياخذ واحد لاش كبير بيناتهم مانيش معاها انا راني ضد انت باش فلوطون باش حتعاود تعرس ماكش بتعاود حياتك من دار جديد يعني حجيس باش ما تبقاش وحدك وكاو دونك تقدر تاخذ وحده حتى تكون لو ميم لاج معاك تقدر حتى تاخذ لو ميم لاج يعني انت معناها انت مع انه يكون فارق العمر يعني 5-4 سنين بينات اكزاكتومون بيسك ميم كي يكون فرق العمر كبير اوتوماتيكمون كي لا غولاسيون ما راحش ميم با تبدا يعني مش متكملش ما راحش تبدا لا غولاسيون كما قلت لك 35 ايماجينيتي 35 سنه مع 19 وحنا في الجزائر نحكي على في الجزائر 35 سنه ديجا راه عاش عشيه سوداء عباك واش شاف فيها الاشياء السوداء ما نحكيلكش اما 19 طفله زاده في الريش يعني لحقت كلش سواس المونطاليتي نتاع التخمام نتاعو التخمام نتاعهم واش كيف كيف دونك فوالا ما يقدرش ما يبدا الاستوار نتاعو معاه مش يكون مثلا 35 عام ومازال معناها جون مازال معناها يخمم تخمام كيما الطفله هذيك اللي عمرها 19 و20 بون على حسب البيرسون مي جو سوي كونتر على حسب البيرسون بالك هو حابه كاك رايك انا لاش شي يضر اكثر في العلاقه هذه اللي يضر اكثر اللي طفل صغير باسكو راجل جامي راح ينضر باسكو في لوطون يعرس بها ويصلي بروبلام راجل باش يعاود يعرس فاسيلمون اما الطفله راهي صعيبه اللي باش تعاود تعرس في لوطون يكون لاج بين لي كوبل راهو يعني طالع بزاف 100% الطفله اللي تنضر يعني. شنو الفرق توا بين انه الراجل يتزوج طفله اكبر منه الراجل يتزوج طفله اكبر منه ابغى اذا كانت ديزيستوار بيناتهم من قبل يعني شنو ديزيستوار نافش بيناتهم هما برك لكن مثلا شنو هي الفرق بين تو احنا كنا نحكيوها وينجم راجل يبدا عمره 35 ياخذ طفله 19 باغ كونتخ مثلا ما شفناش مراه عمرها 35 خذيت واحد 19 هاو فما فرق ما نعرفش بس حنا ديجا عندنا ما كانش هكا انا جامي شفتها ديجا حتى باش زعما مراه بالك 35 باش تاخذ طفل حتى هو ما يقدرش يكسبتيها في راسه ديجا احنا اللي جانا الكل يحوس على طفله صغير اما باش يصيب طفله صغيره قدامه ويقدر يلح خطوه باش يعرس طفله كبيره ما حتى هو مش عندها فلوس هي قلت لك اذا كانت الصور بيناتهم اذا كانت عندها فلوس من حقه ديجا حقه حتى هي كي يبدا هو عنده فلوس ومالو هي صغيره دونك من حقها هي من حقها احنا ما قلنا فلوس هي اللي حتخسر من حقها تفاصل تمام هو اللي حيعرس بها ما عنده فلوس تقدر تاكسبتيه قد ما كان لاج نتاعو دونك هذا شيء يتسمى زواج مصلح اكزاكتومون باسكو برسك لو مونت كامل زواج مصلح انه ان شاء الله بالك نسبه قليله برك نحكي لوجيك نورمال شغل ما نتهربوش من الحقيقه مانيش نحكي على روحي مانيش نحكي على الناس كامل مانيش نحكي على روحي كامل اما كاين حاجه باينه تقول لك طفله عندها 19 سنه يجي يخطبها واحد عنده 30 سنه الحاجه اللي تسقسي تقول له خدام يقولها ايه يعني عنده فلوس باش تقول انت ما عنده فلوس دونك فوالا حتى تاكسبتي الميساج نتاعو مي في لو طون في بالي صوت دي بروبليم كيكون لاج كبير ما نعرفش باسكو الحاجه اللي تبدا بالمصلحه جامي راح تكمل ديجا ميرسي يعطيك الصح دو ريان ميرسي بوكو